أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 121.49 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2,810,880 حالة. هذا وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 220 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019. من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد الشرع أستاذ الجراحة، أهلا بك يا دكتور. مساء الخير لك المشاهدين وأشكركم على الاستضافة. أشكرك. يعني دعني أبدأ بالأرقام التي قرأناها فيما يتعلق بآخر مستجدات فيروس كورونا، هل هذه الأرقام تجد أنها قلت إذا صح القول مع بدء عمليات التطعيم في عدد من الدول؟ ربما للأسف أنها نحن نواجه ارتفاع ملحوظ إذا نظرنا بنظرة شمولية حول العالم. نحن نشاهد حاليا بارتفاع الحالات بما يسمى بالموجة الثالثة لكورونا. ربما المطاعيم لحد الآن أتت مفعول، لكن المشكلة بتوزيع المطاعيم جغرافيا أولا، ثانيا بالقدرة لتسليم الشركات بتسليم الجرعة في المواعيد المناسبة. ربما آسيا وأفريقيا ما زالت مظلومتان لتحصيل حصتها من اللقاح، بينما الدرجة الأولى أمريكا ثم أوروبا قد تحصل حاليا حصتها من هذا اللقاح، لكن لحد الآن لم ينتشر هذا اللقاح إلى حيث يحدث الفارق. لكن أنا ما يتم تأكيده وهو مرجح جدا أن مع انتشار اللقاح على شريحة أكبر من المجتمع هذا سيؤدي إلى تراجع الفيروس لا محالة، على الأقل بمستوى الوفيات لمن يكون مستوى الإصابة. ولكن يبقى السؤال ذاته مطروحا دكتور محمد، إلى أي مدى هذه اللقاحات المتواجدة الآن في عدد من الدول من الممكن أن تقي بالفعل من الإصابة بفيروس كورونا؟ اللقاح هو يهدف لجزئين، الجزئية الأولى هو منع الإصابة، الجزئية الثانية أنه في حال حدث الإصابة تكون الاعراض اخف مما سبق، وبالتالي هذا ينعكس على عدد الوفيات وبالتالي يتراجع عدد الوفيات، وهو ما نخشاه. لو كان فيروس كورونا فيروس بيؤدي يعني يعاني مريض من قليل من الاعراض ثم يعود لحياته الطبيعيه لما افترضنا لهذا الافتراض، لكن هذا الفيروس قاتل. فنحن الجزئيه الثانيه فانه لم يفد بشكل هو يفيد بشكل كبير الجزئيه الاولى بتقليل الاصابه، وايضا في حاله حدوث الاصابه يتم ان تكون الاعراض اخف وبالتالي الوفيات اخف، وهو ما نرجوه. نعم، هل هذه اللقاحات تتعامل مع كل المتحورات في العالم من الفيروس فيروس كورونا دكتور محمد، خاصة أن بالأمس كان هناك حديث عن وجود متحورين جديدين لفيروس كورونا في كاليفورنيا على سبيل المثال، وبعض الأقاويل تقول أن اللقاحات المتواجدة الآن في الداخل الأمريكي أو في السوق بشكل عام لم تجدي نفعا مع المتحورات الجديدة للفيروس، أو تحديدا المتحورين اللذين ظهرا في كاليفورنيا. نعم، لكن في جزئيه من الكلام هو يطابق الصحه، لكن حتى نكون واقعيين ان اكثر عدد الاصابات ما زال من السلالات الغير متحوره، يعود للسلالات السلاله الاولى الغير متحوره، هذا اكثر عدد من الاصابات وهو يكمنها مطعوم. للملاحظه والتنويه ان الفيروس يقوم بتحوير نفسه داخل الجسم، فهو عدد عندما تزداد عدد الاصابات بالفيروس الاول يؤدي الى ذلك الطفرات وبالتالي تشوه بالفيروس ما يسمى تحور، فلما نقلل الاصابات من الفيروس الغير متحور لمجرد التسميه غير متحور، هذا بالتالي يؤدي الى قله الاصابات وبالتالي الى قله فرصه ازدياد او نشوء متحورات جديده من هذا الفيروس. ما الجديد من السؤال ان هذا اللقاح يغطي كل المتحورات؟ لا اتوقع ان هناك لقاح يغطي كل الاشكال المتحوره من الفيروس، لاننا لحد الان لا نعرف كل الاشكال المتحوره من الفيروس. يعني شاهدنا ان الدراسات هنا وهناك في بريطانيا في البرازيل الى اخره وجد هناك اشكال متحوره، لكن ربما يكون هناك في بقاع اخرى من العالم ايضا فيروس ايضا تحور اخر لكن غير مكتشف، لكن هذا لا يسمح لنا بالتنصل او يبعد او يقلل اهميه اخذ اللقاح. نعم، طيب كان هناك اقاويل في الفتره الماضيه عن لقاح استرازينيكا دكتور محمد، و الحقيقة أن منظمة الأدوية الأوروبية قالت أن هذا اللقاح آمن بشكل فعال، لماذا هذا الجدل حول هذا اللقاح تحديدا؟
لقاح بمدن اوروبيه او دول اوروبيه تم دراسته او ملاحظه انه هناك بعض الاعراض الجانبيه تظهر مع استرازينكا، تم ايقافه لاعاده الدراسه. احد معلوماتي لحد الان انه يقوم كل الدول باعاده ادراجه في ضمن جدول المطاعم او اللقاحات المسموح باعطائها بعد ان توقف لقيمه اسبوعين. ربما هناك بعض الدول لم تنتهي منها الدراسات، لكن ما اكدته منظمه الصحه العالميه انه هو امن وفعال، وما زال انه المشاهدات التي وجدت كجلطات الدم المرافقه لها هي مشاهدات كانت محض السكسه ولم تكن مثارة باللقاح، لكن هذا ما تحدثت فيه منظمه الصحه العالميه. وكل دوله لها نطاق طبي ودراسه طبيه خاصه فيها. على ما اعتقد او حسب معلوماتي انها بدات اغلب الدول باعاده ادراجه مجددا في المطاعم. نعم، اذهب معك الى لقاح جونسون اند جونسون دكتور محمد. يعني ربما اللقاحات المتواجده الان جميعها من جرعتين تقريبا، وبالتالي ذلك يعني احد عوامل عدم تقليل نسبه الاصابات حتى الان مع بدء عمليه التطعيم. الى اي مدى لقاح جونسون اند جونسون المكون من جرعه واحده ربما سيحدث ايضا فرقا في اعداد الاصابات دكتور محمد؟ وجود لقاح من جرعه واحده هو امر ضروري جدا، حيث ان احنا من بدايه الازمه نحن السباق مع الوقت في انتاج المطعوم، وسباق الوقت مع تقليل الوفيات، مع تصحيح المنحنى الوبائي. دائما الوقت هو عنصر مهم. لو افترضنا ان اخر واحد اخذ اللقاح اليوم الجرعه اللقاحات لعدد جونسون، فهو يحتاج الى على الاقل 3 اسابيع للجرعه الثانيه، ثم 3 اسابيع لتشكيل اجسام مضاده. نحن نتحدث عن 6 اسابيع. ربما نتذكر الموجه الاولى، الموجة الأولى لكورونا هي استمرت على مدى 6 أسابيع قبل أن تتصفح منها، فإن 6 أسابيع هي ما زالت هو ما نملكه الآن يعني لحد الآن. نعم، أفهم منك دكتور محمد أن حتى إن تم أخذ الجرعة الثانية هناك 3 أسابيع أيضا يعني في انتظار الأجسام المضادة أو ليكون اللقاح فعال؟ نعم حتى نصل إلى درجة الفاعلية من أسبوعين إلى 3 بعد الجرعة الثانية. فبالتالي ستنا نتحدث عن واحد، لو كل العالم اخذ اللقاح اليوم من اللقاحات الثانيه نحتاج 6 اسابيع من اليوم حتى نقول ان العالم احدث فارق بالاجسام المضاده. وهذا ما هو عطل لحد الان عطل تكوين مناعه او ما ان اللقاح يشكل فارق على ارض الواقع. نعم، طيب دعني اسالك الان عن الاحوال في الاردن دكتور محمد. يعني كيف هي يعني او كيف يتم التعامل مع كورونا في الاردن؟ الاجراءات الاحترازيه المتخذه، عمليات التطعيم كيف تسير؟ ماذا عن الاردن بشكل عام؟ نعم، الاردن ربما بدا بالتطعيم من شهر واحد تقريبا. حاله كحال كل المنطقه واجه صعوبات ايضا بتحصيل اللقاحات. احيانا تقريبا 62,000 شخص تلقوا الجرعتين، وتقريبا 180,000 تلقوا الجرعه الواحده. ربما نشهد للاسف في الاسابيع الماضيه بالاردن خلال الـ5 ايام الماضيه ارتفاع شديد يعني الحالات، كسرنا حاجز 10,000 حاله في اليوم، ويتراوح الرقم من 5 ايام بين الـ9 والـ10,000 بمعدل 9.5 يوميا. طبعا هذا ينعكس على المستشفيات. ما زال النظام الصحي يقدم بالاردن بنسبه اشغال تقريبا من 40% إلى 50% في المستشفيات، لكن نتمنى ان يدوم الحال، لانه هذه الجائحه كما تعلمين قد اتعبت وارهقت اكثر الانظمه الصحيه في العالم. نتمنى ان يحفظ الله الجميع ويحفظ الله كل البلاد العربيه والاردن ويرحمكم جميعا ان شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت ضيفي عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد الشرع أستاذ الجراحة، شكرا جزيلا لك.